في هذه المناسبه اللي درناها هي واحد الحفل ديال مهرجان ديال انواع البسطيله اللي بغينا نوريوها للشفات عالميين من فرنسا واللي جاوا خاصه بالملتقى الفني الطبخ العالمي اللي كاين في اكادير اللي كيتجرى من مارس 15 مارس حتى 18. وكان القسم الاول كثير ديالنا حنا واللي ركزنا عليه وهو واحد الطبق اللي هو مغربي اصيل واللي طبخوه ربات بيت وكانت العدد الاصناف ديال الورقه اللي كنقولوا حنا الورقه او بالفرنسيه لابريك اللي كانت تصيب منها البسطيله اولا البريوات 14 الصنف، خمسة الأصناف من المقبلات وخمسة من الطبق الرئيسي وخمسة من الطبق ديال الحلويات. وكان الحمد لله كان داكشي في المستوى. وكنشكروا ربات بيت لا ديال أكادير وكنشكروا الجمعيه ديال لي فام بريكار اللي كاينين في التجيره الجهاديه والمراه اللي كد الجمعيه ديال لاسوسيسيون دينوفاسيون اللي هي حتى هي ديال ربات بيت اللي شاركوا معنا. وكنشكروا فندق سوفيتال وكنشكروا الصحافه وبالاخص ماروك ميديا نيوز اللي هي حتى هي كتعاوننا وكتساندنا في اي ايفينمون درنا اي مبادره درنا كتساندنا وكنشكرهم بزاف. والحمد لله يعني العشاء البارح في سوفيتال كان فيه واحد الطبق اللي هو مطابق للاصناف اللي صوبنا ولكن طبق ديال البريوات اللي والبسطيله اللي دعملنا حنا كان ممتاز وكيشهدوا بها هذوك لي شيف فرونسي كيشهدوا بانه الطبق اللي كلاو اليوم ديال البريوات ماشي هو اللي كلاو البارح. وشكرا. احنا شاركنا في التظاهره ديال ملتقى الطبخ باكادير ومن واحد الفيستيفال ديال لي بريوات ولي بيستيا ديال مع داك النساء ديال المراكز النسائيه ديال اكادير. وبهذه المناسبة حنا كنشكروا داك العيالات كاع اللي شاركوا معنا في هذه التظاهرة وداروا مجهودات وهادو كلهم ربة بيوت وكيخرجوا من يديهم واحد الشيء زعما داك الشيء اللي كيحطوا من يديهم داك الشيء زوين بزاف فهمتي مع هاد التظاهرة اللي شاركوا فيها طباخين عالميين ديال العالم كامل من فرنسا ومن المغرب ومن الدول كاع. وحنا هذه الاول الثالث مره كنشاركوا فيها هذه الثالث مره كنشاركوا في التظاهره هذه وكنتمنوا ان هاد العيالات اللي حتى هما بينوا على حنت يديهم ديال الطبخ المغربي وفي هاد الشيء اللي صوبوا ديال الطبخ المغربي الاصيل. شكرا.